بالنسبة بقى الأكل الحلو وستات البيوت الجميلة اللي واقفة بتعمل المواعين، جمهور شازا عايز يعرف هيفرح بشازا امتى. دايما مركز معاكي ومتابع اخبارك كده، شازا السنة دي هنفرح بيها، الناس كلها عمالة تقول لا ده السنة دي وشها حلو على شازا والأغاني مفرقعة. اخبار فتى احلام شازا ايه؟ والله مش عارف، يعني انا نفسي اعرف. مرهق قوي، مرهق جدا. لا انا نفسي اعرف انا هفرح امتى. يعني ما بقول لك هي سنه غريبه، يعني بتبقي ماشيه في علاقه كويسه جدا فجاه اوت اوف نوير. احنا مش هينفع ليه يا استاذ؟ بقت غريبه ديتك في ايه؟ طب قول بس هتصلح. ما في، ما اعرف يعني. بصي انا سايبها على ربنا والله يا فاطمه، من كنت مركز الدنيا بتديش محتاج، فانا فانا بقى ايه مستنيه بقى على مهله. انت عارفه الجمهور لما بيحب فنان بيخش في حياته الشخصيه، عارفه بنضرب غطس معاه. انا ما عنديش مشكله على فكره. الجمهور بقى الفتره دي مركز ان العكس بقى بيحصل، مش احنا اللي بقينا بنتدخل في الحياه الشخصيه، احنا بقينا بقى الفنانين قوي بيحكوا تفاصيل كتيره، زي ازمه مثلا مطربه كبيره زي النجمه الكبيره شيرين، وحكت وعملت واتكلمت ومداخلات. انت في يوم من الايام بتشرع عنك من اي مشاكل، بس ممكن توصلي لدرجه انك تحكي تفاصيل شخصيه؟ لا هقول لك حاجه، ما اقصدش ان حد بيتاجر بده، لا. يعني انا يعني في ناس بتبقى شخصياتها بتبان قويه للناس، بس هي كبيرسوناليتي هي ضعيفه، يعني بتبقى هشه قوي من جوه ان هي عايزه تقول وتفضفض وكده. انا ببقى عايزه اقول طبعا، بس عايزه اقول للمقربين. انا بس اتعلمت في بيتي ومن اهلي، وما اعرفش ده صح ولا غلط، بس بتعلم ان المشاكل في البيت. ليه؟ لان وارد ان بعد اسبوعين ثلاثه نتصالح، وارد ان يكون في اطفال، وارد حتى لو احنا مثلا متصاحبين او بنحب بعض او مخطوبين واتيفر، ممكن يحصل اي حاجه بعد كده هنتقابل وشنا في وش بعض. فمش لازم اطلع افضح الدنيا قوي طبعا في وقت مضغوطه. انا مش بقول لك مثلا ان انا ببقى حد بيمثل او كده، لا. في وقت بتبقي مضغوطه فيه عايز تتكلمي مع اي حد، بس انا بحس ان الوقت ده لازم اقفل على نفسي. والله اعلم ضغوط ممكن توصلك في يوم من الايام لايه، لان ما بقتش في حاجه ليها قاعده. يعني ما اقدرش اقول لك ان انا عمري ما هعمل كده، بس انا لحد دلوقتي ما بحبش المدرسه دي. بدليل ان بابايا ومامتي توفوا وفسخت خطوبتي ومريت بمشاكل كتير جدا، عمري ما طلعت قلت ده. يعني بدي كده بس ايه رؤوس مواضيع، بس عمري ما دخلت الناس قوي في الموضوع. الناس اصلا كفرانه لوحدها وطالع عينيها لوحدها، فحرام انك تقعدي تزودي لهم همومهم اكتر. يبقى مستني طاقه ايجابيه من النجم اللي بيحبه بالظبط. فاحنا مش شغلتنا ان احنا ندخل بقى مين فين، وبعدين بيبقى شكلنا وحش. يعني انا بحس ان لما بندخل نتكلم في مواضيع شخصيه ومين حصل له، بحس ان شكلنا مش بقى في مدرسة بقى كمان جديده، اللي هو النجوم اللي بيبقوا بيعملوا عمل، بيعمل كليب، بيعمل حاجه، فياخد مشهد زي ما شفنا الفتره اللي فاتت، مشهد او صوره من حاجه والناس تقول لك ايه ده، دي مضروبه، ايه ده في الاسم ده، مش عارف، والناس بتتخض وبيكتشفوا ان ده جزء من الدعايه. انت ممكن حتى عشان تعملي دعايه لكليب لالبوم لاغنيه تبقي عندك استعداد انك تكتبي خبر فيك او تنزلي صوره فيك وترجعي تتراجعي بعد ما الناس تتخض؟ لا، هو جو افلام المقاولات ده انا ما بحبوش يعني. الله. لا يعني اصل انا بصي انا مدرسه قديمه شويه، ما اعرفش هي صح برضو ولا غلط دلوقتي، انا مش عارفه. بس انا بحب ان انا يعني انا ما بحبش ابقى مطربه عليها لبش كده او فنانه عليه قلق او حاجه. لا انا بحب انا ابقى في تسمعي اسمي تبقي مرتاحة. مش لازم أبقى منورة قوي ونجمة النجوم الفظيعة، بس على الأقل ما تبقيش يعني مش مائزة وانت بتسمعي سيرتي. فأنا مش بحب يعني خلي فنك يتكلم عنك، ملهاش لازمة الهيصة اللي بتعملوها دي. يعني تيجي نعمل استفتاء بقى، أصل الحرامي ترند على فكرة. نظرية الحرامي ترند. الحرامي اللي سرق موبايل. أيوة الحرامي ترند، وقتال القطة ترند، وحاجات كتير ممكن تعمليها. يعني أصل موضوع ترندات ده قاتل، فهو ده عاكك الوضع الحالي طبعا.